بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه المسألة من مسائل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، وهي الزيادة في العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على اللسان والجوارح كالركوع والسجود والصلاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذكر بأنواعه، والباطنة التي في القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة، كل هذه من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الإخلاص لله عز وجل، والعبادة مبناها على التوقيف، العبادة مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع، وليس للناس أن يحدثوا عبادات لم يشرعها الله، وإن كانوا مخلصين في قلوبهم يريدون الخير ويريدون الثواب، نياتهم حسنة، فهذا لا يسوغ إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن زاد على ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والبدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فلا يزاد على ما شرعه الله ورسوله، وإن كان نية الزائد والمحدث والعامل نية طيبة، فالاعتماد ليس على النيات، وإنما الاعتماد على الاتباع والاقتداء. فكل عبادة زائدة على ما شرعه الله فإنها بدعة وضلالة، وصاحبها من أهل النار كما في هذا الحديث: وكل ضلالة في النار. فوصف البدعة بثلاث صفات: أولاً خلاف الهداية، صاحبها ضال وليس بمهتد، والثالث أنها في النار، هذا وعيد للمبتدعة بأن بدعهم توردهم النار، وإن كانوا يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن هذه البدع ما أحدثوه في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، ففيه نصرة للإسلام وفيه قمع للكفر وأهل الكفر، فلذلك صامه كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل. وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام، وقال لليهود: نحن أحق بموسى منكم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ملتهم واحدة، طريقتهم واحدة، فالمشروع في هذا اليوم الشكر لله في الصيام ولا يزاد على ذلك، فمن زاد في هذا اليوم غير الصيام فإنه مبتدع، كمن يصلي في هذا اليوم تنفل خلاف المشروع، يخص هذا اليوم بصلوات نوافل، هذا بدعة. يقول: أنا أصلي، الصلاة مشروعة. نقول: نعم الصلاة مشروعة، لكن تخصيصها هذا الوقت وهذا اليوم هذا بدعة. كذلك من يتصدق في هذا اليوم، يوسع على عياله، وعلى يعتبر هذا اليوم يوم عيد، يسميه عيد، يصنع أطعمة أو يتصدق في هذا اليوم، يوسع على الناس بزعمه، تخصيص هذا اليوم بالصدقة أو بصنعة الطعام أو بإظهار الفرح والسرور، هذا كله بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل فيه إلا الصيام فقط، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. هذا الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يتخذ هذا اليوم يوم حزن، كالرافضة يتخذونه يوم حزن ومأتم ونياحة، بزعمهم أنهم ينوحون على الحسين رضي الله عنه، فإنه قتل في هذا اليوم في كربلاء، قتله مصيبة بلا شك، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة على المسلمين، ولكن المسلمون يستقبلون المصائب بالصبر والاحتساب، بالصبر والاحتساب لا بالجزع والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وضرب أنفسهم بالسيوف والسلاسل، هذا كله من شرع الشيطان. فإحداثهم في هذا اليوم ما لم يشرعه الله ورسوله هذا من أمور الجاهلية. وكذلك لو أحدث فيه احتفال بالنصر، يقال: هذا احتفال بنصر المسلمين على الكفار، هذا بدعة، ما أنزل الله به من سلطان. نحن لا نعمل في هذا اليوم إلا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصيام شكرا لله عز وجل، ومخالفة اليهود لصوم يوم قبله أو يوم بعده. ومن صام الأيام الثلاثة فهو أكمل، صام يوما قبله ويوما بعده، صام ثلاثة أيام هذا أكمل، يعني في بعض الروايات: صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو. هذا هو المشروع في يوم عاشوراء، ولا يزاد عليه، الزيادة على ما شرعه الله فيه
من أعمال الجاهلية. نعم. ومن مسائل الجاهلية نقصهم من العبادة على طرفي نقيض مع الأولى، منهم من ينقص العبادة، وذلك كما فعلت قريش يوم عرفة، فإنهم لا يخرجون إلى عرفة وإنما يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أصحاب الحرم فلا نخرج إلى الحل، لأن عرفة في الحل فهم أصحاب الحرم، يسمون أنفسهم بالحمص لا يخرجون ليقفوا بعرفة. هذا نقص من الدين، الله شرع للمسلمين الوقوف بعرفة. قال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة لا من المزدلفة، من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، والوقوف بعرفة وقف بها آدم أبو البشرية، وقفت فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي يقف بالمزدلفة؟ هذا قد نقص من العباد، وهذا من أعمال الجاهلية. وكذلك الذي لا يقف مع المسلمين إذا وقفوا، وإنما يقف بعدهم بيوم كما يفعله المبتدعة والضلال الذين يخالفون المسلمين فيقفون بعد المسلمين بيوم، هذا نقص في العبادة وضلال. الوقوف هو يوم عرفة يوم التاسع، بناء على رؤية الهلال أو تكميل الشهر 30 يوما، فهذا هو الذي شرعه الله في يوم عرفة، فلا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولما خرج صلى الله عليه وسلم سار من منى اليوم التاسع، كانت قريش لا تشك أنه سيقف في المزدلف، فجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز المزدلفة إلى عرفة، وأحيا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقف بعرفة، فعرفوا حينئذ أنه خالفه. فالوقوف في غير عرفة حتى ولو كان من الحرم، ولو كان من المشاعر المقدسة، فإنه باطل ولا يحصل به الوقوف الذي هو أعظم ركن من أركان الحج، سواء وقف بالمزدلفة أو وقف في غيرها من فجاج الحرم، كل هذا باطل. الواجب اتباع شرع الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام المزدلفة، أمر الله سبحانه وتعالى بالوقوف بعرفة، وأمر بذكر الله عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن أفاض من عرفة لما أغربت الشمس، أفاض من عرفة ونزل بالمزدلفة وصلى فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها بالمزدلفة صلى الله عليه وسلم، ولما صلى الفجر ذهب إلى
الجبل جبل مزدلفة، وذكر الله سبحانه وتعالى عنده إلى قبيل غروب طلوع الشمس. فلما قاربت الشمس للطلوع أفاض صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة. فمن غير فيه أو زاد أو نقص فإن هذا من أعمال الجاهلية. كانت الجاهلية أيضا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، فإذا أشرقت الشمس على الجبل الذي يسمى تبير شرقي مزدلفة أفاضوا منها إلى منى، ويقولون أشرق تبير كيما نغير. فخالفهم صلى الله عليه وسلم وأفاض قبيل طلوع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية. الحاصل أن أعمال الجاهلية في العبادات كلها باطلة إلا ما وافقوا فيه الشرع، ما كان من عمل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة كم؟ المسألة 71 تركهم تركهم الواجب ورعا، يتركون بعض الفرائض تقربا إلى الله بزعمه. وهذا مثل ما يفعله المتعبدة من الصوفية الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى المعرفة سقطت عنهم التكاليف، فيتركون الصلاة ويتركون الصيام ويفعلون المحرمات ويقولون نحن قد وصلنا وعرفنا، وهذه التكاليف والأوامر والنواهي إنما هي للعوام الذين لم يصلوا إلى الله عز وجل. هذا من عمل الجاهلين، لأن الفرائض واجبة على المسلمين لا يعفى عنها منها أحد إلا المعذور الذي عذره الله بعذر شرعي من مرض ونحوه أو فقدان عقل أو نوم أو غير ذلك. فلا يجوز ترك شيء من الفرائض ويعتقد أن هذا دين، أن هذا من دين الصوفية، والصوفية منحدرة من أصول الرهبانية عند النصارى ومن دين البراهمة في الهند. الصوفية موروثة عن هذين المذهبين الوثنيين، التقرب إلى الله بما لم يشرعه وترك ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه في كل حياته، ولا أحد يخرج عن هذا الشرع إلا من كفر وارتد عن دين الإسلام. نعم. الثانية 70 من مسائل الجاهلية تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، يتركون أشياء من الحلال تقربون إلى الله بتركها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمسلم يأخذ ما أحل الله له حلالا طيبا ولا يتركه يتقرب إلى الله بتركه، لأن هذا ليس من الدين، ولا يتعداه إلى الحرام
بل يقتصر على ما أحل الله سبحانه وتعالى. الجاهلية تخبطت في هذا، حرمت الحلال وأباحت الحرام، حرمت الحلال ببعض بهيمة الأنعام لا يركبونها لا يحلبونها لا يأكلون لحومها لأنها لأصنامهم، بعض الزروع التي يزرعونها يجعلونها لأصنامهم فلا يأكلونها، ويستبيحون الحرام، يستبيحون الميتة التي حرمها الله، والنصارى يستبيحون لحم الخنزير الذي هو أخبث الخبائث مما حرمه الله سبحانه وتعالى. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالجاهلية كانوا يستحلون الدم فيطعنون الحيوان في شيء حتى يسيل منه الدم ثم يأخذونه ويطبخونه ويأكلون، وهو حرام، ويستبيحون الميتة. هذا استباحة لما حرم الله. وفي جانب آخر يحرمون على أنفسهم ما أحل الله من بهيمة الأنعام. الله جل وعلا يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهم يحرمون أنواعا من بهيمة الأنعام تدينا. وكذلك من المتنسكة الرهبانيين من النصارى ومن اقتدى بهم الذين يمنعون أنفسهم من الطيبات ويضيقون على أنفسهم تقربا إلى الله بترك الطيبات والمباحات، هذا من دين الجاهلين. فالله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فالذي يترك الطيبات تورعا هذا من دين الجاهلية وليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء لرواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، طيب من الطيبة، النساء من الطيبة التي أباح الله أن يتزوجها الرجل لما في ذلك من المصالح وإنجاب الذرية الصالحة وغض البصر وإحصان الفرج إلى غير ذلك من المصالح. فالذي يترك الزواج تقرب إلى الله بذلك يترهبا، هذا من دين الجاهلية، من رهبانية النصارى. الذي يترك الطيبات لا يأكل اللحم لا يأكل الفواكه، يقول من موسع على نفسي وضيق عليها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وليس هو من دين الله عز وجل، وليس فيه أجر عند الله، وإنما فيه إثم، لأنه رهبانية لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فمن ترك شيئا من الطيبات تورعا وتعبدا لله فهذا من دين الجاهلية. نعم. نعم. الثالثة والسبعون من مسائل الجاهلية تعبدهم بترك زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وذلك في الملابس، ذلك في الملابس وغيرها من الزينة المباحة. لكن سبب نزول الآية ما كانت تفعله الجاهلية عند الطواف بالبيت
كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، ويقولون إن الله أمرنا بهذا، فرد الله تعالى عليهم بقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. والفاحشة هنا المراد بها كشف العورة، سماه فاحشة. هذا الذي يتباهى به كثير من الناس اليوم، كشف العورات والسفور والعري، تتباهى به الأمم المتحضرة، ومن اغتر بهم من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى العروبة بزعمه، هذا العري والسفور هذا من دين الجاهلية، وهو فاحشة، سماه الله فاحشة، ولا سيما إذا فعل هذا تقربا إلى الله عز وجل. هل يتقرب إلى الله بالفواحش؟ تعالى الله عن ذلك. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني لا يشرع لعباده الفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، إلى قوله تعالى قل من حرم، إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة والطواف بالبيت، خذوا زينتكم، المراد به ستر العورة، سماه الله زينة وسمى كشفها فاحشة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وكلوا واشربوا، كلوا من الطيبات واشربوا من المباحات، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يأكل الإنسان ويشرب في حدود الاعتدال، من غير تقتير ومن غير إسراف، هذا هو الاعتدال. ثم قال جل وعلا قل من حرم زينة الله، هذا إنكار منه سبحانه وتعالى لمن حرم اللباس وستر العورة، وزعم أنه يتقرب إلى الله بكشف عورته. لا شك إن هذا من شرع الشيطان، هو الذي أملى لهم هذا الشيء، التي أخرج لعباده، خلقها الله لعباده سبحانه وتعالى. بمطلع الآيات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا ستر العورة، وريشا هذا الجمال التجمل الزايد على ستر العورة، الريش المراد به الزين، هذا من امتنان الله جل وعلا على عباده. قل من حرم زينة الله، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، الله حل الطيبة ويحل لهم الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال جل وعلا قل هي، أي الزينة والطيبات، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلق هذه الدنيا وما فيها من المنافع للمؤمنين في الأصالة، خلقها لعباده ليستعينوا بها على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهي لهم، والكافرون يتبعونهم تبعا، يشاركونهم فيها تبعا، وإلا هي للمؤمنين، خلقها الله لعباده المؤمنين تفضلا عليهم وليستعينوا بها على طاعته. وأما الكفار فهم يشاركون المؤمنين في هذه الدنيا، وفي يوم القيامة يحرمون منها، تكون خالصة للمؤمنين، طيبات زينة الله، والطيبات في الآخرة يحرم منها الكفار،
وتكون خالصة للمؤمنين في الجنة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فتحريم الحلال تحريم الطيبات كشف العورات هذا قول على الله بلا علم وهو أشد من الشرك، ولذلك جعله الله فوق الشرك وختم به الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فمن سلك هذا المسلك فإنه يكون على مذهب الجاهلية في تحليل الحرام في تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا مذهب الجاهلية ودين الجاهلية. نعم. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس إلى الحق وإلى طريق السعادة، فالكفار دائما وأبدا على العكس يدعون الناس إلى الضلال، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأهل الجاهلية بما فيهم اليهود والنصارى والمشركون من جميع الأمم على النقيض مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، يدعون إلى الضلال وإلى إخراج الناس من النور إلى الظلمات، ولا يزالون جادين في هذا، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وهذا مشاهد الآن مما تعمله دعاة الضلال من جدهم واجتهادهم في صرف الناس عن الحق وإخراجهم من الإسلام إلى الكفر، وتشويه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تأخر وأنه جمود وأنه رجوع إلى الوراء وإلى القرون الوسطى، مع أن الإسلام ما في قرون الوسطى، الإسلام كله خير، لكن القرون الوسطى هذه كانت عند النصارى فهم نقلوها إلينا ونسبوها إلى الإسلام. الإسلام ما فيه، كله لله الحمد في جميع قرونه، كله خير، كله نور، كله تقدم ورقي في جميع قرونه، وإن تفاوتت قرونه في ظهور الإسلام واختفائه أو ضعفه في بعض الأحيان، لكن النور موجود ولله الحمد في كل العصور. إنما هذه القرون الوسطى التي يقولونها هذه فيهم هم، ليست عندنا، لكن تبناها بعض الجهلة وصاروا يطلقونها بدون تفكير. فهم جادون في كل زمان ومكان في دعوة الناس إلى الضلال. ولهذا يقول جل وعلا عن الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
ويقول جل وعلا عن المشركين لما نهى عن تزويجهم من المسلمات ونهى أن يتزوج المسلمون من المشركات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال تعالى ولا تنكح المشركات أول الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. المشركون والمشركات يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وأخبر عن آل فرعون أنهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالكفار دائما على هذا المنهج الخبيث، صرف الناس عن الحق ودعوة الرسل إلى الباطل. النهي عن التوحيد وإخلاص العبادة لله والأمر بدعوة غير الله والاستغاثة بالموتى، ويسمون هذا بالتوسل إلى الله، التقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يسمون الشرك بهذا الاسم. بل في الزمان المتأخر صاروا يسمونه محبة للأولياء والصالحين. فمن لم يتبرك بقبورهم ويستنجد بهم ويستغيث بهم ويذبح لهم فإنه يبغضهم بزعمه، وأما من فعل الشرك عند قبورهم فهذا يحبه، يحبونه من محبة الصالحين قلبا للحقائق. يريدون أن يصرفوا الناس عن التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى الشرك. هذا في كل زمان وفي كل مكان، فلا تستغربوا أن تنبري طوائف من ينتسبون إلى الإسلام والعلم ويؤلفون الكتب في تحسين الشرك والتهوين من أمر التوحيد، وأنه مذهب فلان أو فلان، ينسبون التوحيد إلى أناس جاءوا متأخرين ويقطعون نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليضلوا الناس عنه. التوحيد دين الوهابية، التوحيد دين ابن تيمية، توحيد دين فلان، دين علان، لأجل التنفير من هذا. ما يقولون هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل التنفير من التوحيد. فهذا هو ما ذكره الشيخ في هذه المسألة، دعوة الناس إلى الضلال وصرفهم عن الحق. هذا هو ديدنهم دائما وأبدا. نعم. نعم. الخامسة والسبعون دعوتهم إلى الكفر مع العلم، هذه مثل التي قبلها لكن هذه أشد، لأنهم يدعون إلى الكفر وهم يعلمون أنه كفر. الذي يدعون إلى الكفر وهم يعلمون أنه كفر، وهذا من مذهب اليهود، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من أجل أن يصدوا الناس عن الحق، وهم يعلمون إن هذا الذي يدعون إليه باطل، ولكن حملهم الهوى والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقد كان فريق أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فصاروا يحرفون كلام الله لا عن جهل وإنما عن علم، يسمعون كلام الله يعلمون أنه كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه، فلم يحرفوه عن عدم فهم أو التباس عليهم وإنما عن عمد وإصرار وهم يعلمون، يعلمون أن هذا باطل، أن هذا الذي هم عليه باطل، وأن هذا الذي حرفوه هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي حملهم على هذا الحسد والهوى، اتباع الهوى. ومن ذلك أنهم حرفوا أوصاف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي في التوراة حتى لا تنطبق عليه، حرفوه من أجل أن لا تنطبق عليه، وهم يعلمون أنها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا له أوصافا، وضعوا للنبي الذي يأتي في آخر الزمان وأنهم أمروا أن يتبعوه، وضعوا له أوصافا مزيفة وكتبوها في التوراة من أجل أن لا تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا التزييف. ومن ذلك أنهم غيروا حد الرجم الذي في التوراة وقالوا إن الزاني السيد إنه في التوراة يسود وجهه ويركب على دابة ويطاف به، هذا هو الحد في التوراة كما يزعمون، مع أن الحد في التوراة هو الرجم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذا من تحريفهم وهم يعلمون أنهم كذبة، فهذه من حرفة اليهود. وكذلك النصارى الذين حرفوا الإنجيل وأدخلوا فيه الشرك والوثنيات وعبادة الصليب وكثيرا من الضلالات التي ما جاء بها نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، حرفوه وغيروه وهم يعلمون ما هي هذه نصوص الإنجيل، كما أن اليهود يعلمون ما هي هذه نصوص التوراة التي أنزلها الله. فهذه حرفة يهودية نصرانية. وكذلك ضلال هذه الأمة الذين يحرفون النصوص إذا لم توافق أهواءهم ومشاربهم، حرفونها بالتأويلات والاحتمالات التي لا تحتملها، وإذا أعياهم التحريف طعنوا في أسانيدها ورواتها حتى يصرفوا الناس عنها. هذا موجود في فرق ضالة من هذه الأمة على ما كان عليه اليهود والنصارى من قبل، أن كل ما لم يوافق أهواءهم من كتاب الله أو من سنة رسوله قابلوه، إما بالتكذيب وقالوا هذا ما هو بالصحيح ولا هو بثابت إن استطاعوا، وإذا لم يستطيعوا سلطوا عليه التحريف والتأويل حتى يصرفوه عن ظاهره وعن مدلوله إلى ما يريدون. فهذا من دين الجاهلية ومن دين اليهود والنصارى، والواجب التسليم والانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيهما من غير أن يتدخل أي إنسان في تفسيرها بغير معناها الصحيح.
نعم. والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه، ويمكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق، وإما بتبييت، وإما بتبييت الحيل للبطش بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر، الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل في حيل غير ظاهر مثل فعل المنافقين، هذا من المكر. ومكروا الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا المكر المنافقين. مكر اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، هذا من المكر للمسلمين والتغريب بهم، هذا من صرفهم عن الحق. وكذلك المكر بإعلان الخطط الخفية لإيقاع المسلمين وإيقاع الضرر بهم بطريقة لا يتنبه لها إلا القليل، فلا تزال أمم الكفر على يعملون المكر، الكفار يعني كبير كبير لصرف الحق ونصرة الباب بطرق خفية منسوية لا تظهر إلا من حادث الذي يحسبها الناس أنها أقوى إضافة، وهذه موروثة عن الكفار الأقدمين من قوم نوح. قال الله تعالى: ومكروا مكر الكفار، مكروا بمن؟ مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، مكروا مكر الكفار، يعني ليس مكرا قليلا أو صغيرا، وإنما مكر الكفار شديد. فهذه الصفة لا تزال هي منحدرة من الجاهلية، ولا تزال في الكفار والمنافقين إلى عهدنا هذا. هذه الخطط وهذه المكائد التي يعملونها للمسلمين في كل زمان ومكان، ويتظاهرون بأنهم أصدقاء وأنهم مسالمون وأنهم يريدون النفع للأمم الفقيرة والأمم النامية، كل هذا من النفس الكفار. أن الكافر عدو مهما كان، فمن قد قدرة هو عدو مهما كان، فلا تغتر بتملكه وبخداعه وبتدليسه، فإنه عدو الله حذرك منه دائما وابدا. ولا تؤمن في الكافر انه يريد لك الخير، ابدا لا تؤمن في ذلك. ان اظهر شيئا من الخير فانه مصر يريد ان يوقع شركك اكثر واكثر منه من الشر، وانما اتخذ هذا الذي تظاهر به انه خير اتخذه وسيله الى الوصول الى ايقاع الشر. وقد انكشفت مخططاتهم وظهرت حيلهم مع المسلمين في أدوار التاريخ إلى يومنا هذا. فهذا النقص الكفار هذا مستمر من عهد قوم نوح، أول من فعل الشرك على وجه الأرض قوم نوح، ولا يزال أتباعهم من الكفرة يمكرون مكرا كبارا بالمؤمنين وبالدعاة إلى الحق دائما وابدا. نعم.
هذه المسألة أن أئمتهم أئمة أهل الجاهلية أئمة أهل الجاهلية ومن سار على نهجهم إما عالم فاجر عالم بالحق لكنه فاجر خارج عن الحق لا يعمل به فهو لا يعمل بعلم كما قال الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم عن اليهود فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعونه يبلغهم على وجهه الصحيح يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يصرفونه عما يراد به إما أن يحرفوه بإدخال حروف زائدة تغير معناه مثل قولهم في حطة بالنون الله أمرهم أن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا فقالوا حنطة استهزاء حنطة اللي هي حبة الحنط استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى هذا من التحريف في اللفظ أو التحريف في المعنى إذا عجزوا عن تغيير الحروف فسروا كلام الله بغير مدلوله وبغير معناه وصرفوه عن مدلوله هذا تحريف للمعنى من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموه هم ما حرفوا عن جهل وإنما حرفوا وهم يعلمون معناه الصحيح يعرفون معناه الصحيح ولكنهم يريدون أن يصرفوه عن هذا المعنى إلى معنى يوافق أهواءهم ورغباتهم وهم يعلمون ليسوا جهالا ارتكبوا هذا التحريف عن جهل أو قلدوا به غيرهم وإنما هم علماء يعلمون فهم ارتكبوا هذا عن علم وتعمد ومثل هذا مثل علماء الضلال من هذه الأمة مثل علماء الضلال من هذه الأمة الذين يعرفون الحق من الباطل ويعرفون معاني الآيات والأحاديث لكنهم لا يريدونها فيحاولون ليها عن مدلولها كما فعلوا في نصوص الأسماء والصفات وكما فعلوا في نصوص الأمر بعبادة الله وترك الشرك فسروها بغير معانيها وحرفوها عن مدلولها نفرة للباطل وهم يعلمون عن علم بخطأ ما هم عليه والعياذ بالله إما من أجل طمع يأخذونه في الدنيا وإما من أجل هوى يهوونه ويريدون أن يحققوه أو شهوات ينالونها أو رئاسة تبقى لهم بزعمهم فهم يعملون هذه الأعمال من أجل هذه المطامع الخسيسة هم علماء لكنهم لا يعملون بعلمهم بل يعملون بخلافه نسأل الله العافية هذا العالم الفاجر أو عابد جاهل يقتدون بعابد جاهل وذلك في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية الأميون جمع أمي والأمي هو الذي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب هذا الأمي في الأصل سمي أميا لأنه باق كما ولدته أمه
لا يقرأ ولا يكتب، فهم أميون باقون على أميتهم، لم يتعلموا، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة فقط. الأمانية المراد بها التلاوة، مراد بها هنا التلاوة، فهم مجرد قرأة فقط قرة، لا يعرفون المعاني ولا يعرفون الأدلة المتشابهة والأدلة المحكمة، ولا يعرفون طريقة الاستنباط الصحيح من هذه النصوص. عوام، عوام يقرؤون الكتاب ويتهجؤون، يعرفون الحروف فقط، يعرفون الحاء والجيم والغين، ينطقون بالكلام لكن ما يفهمون معنى، ويقرؤونه وربما يرددونه، يختمون القرآن عشرات المرات في الشهر لكن ما يعرفون معنى. هؤلاء هم العباد الجهال أو المتعالمون، في عصرنا الحاضر يسمون بالمتعالمين، الذين يدعون العلم وهم لا يعرفون العلم، يتخذهم الناس مع الأسف قدوة وهم جهال. الجاهل ما يصلح قدوة، الجاهل ما يسمع نفسه، فكيف أنه يهدي؟ لا يهدي نفسه، فكيف يهدي غيره؟ الجاهل لا يتخذ قدوة ولا يغتر به ولا بعمله. فالجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين يتخذون هؤلاء قدوة، مع أنهم ليسوا قدوة، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، مجرد تلاوة، نطق بالحروف. فهذه الآية تدل على أن أئمة أهل الجاهلية هم أحد هذين الصنفين، إما عالم فاجر وهذا لا يصلح للقدوة لأنه ما لم ينفع نفسه حتى ينفع غيره، وإما عابد جاهل وهذا أيضا لا يصلح للقدوة. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود فيهم علماء لكنهم لا يعملون بعلم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، فيشبههم من فسد من عباد هذه الأمة. ولا شك أن فتنة العالم الفاجر شديدة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي عالم، إنما أخشى على أمتي عالم فاجر أو منافق يجادل بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عالم فاجر لا يعمل بعلمه، أو منافق يتظاهر بالإسلام وهو يريد إضلال الناس ويجادل بالقرآن، يستدل بالقرآن على غير معناه الصحيح، حتى يقال: والله هذا يستدل بالقرآن، هذا عالم يستدل بالقرآن، من أجل يخدع الناس، لا يدعوهم إلى الكفر أو إلى الفجور علانية، وإنما يدعوهم باسم العلم، ويستدل بالنصوص على غير مدلولها. لكن الجاهل ما يدري عن هذا، إذا سمع مثل هذا الكلام انطلع عليه وصدقه، ما ينقد هذه الأمور إلا العلماء المحققون الذين يزيفون هذه الزيوف ويردونها على أصحابه. ولهذا هذان الصنفان، العلماء الفجرة والعباد الجهلة، لا يقابلون العلماء لأنهم يعلمون أنهم سينهزمون وينكشفون، لا يقابلون العلماء أبدا، بل يحذرون من التعلم ويحذرون من العلم، يقولون: اشتغلوا بالعبادة، لا تشتغلون بتعلم العلم،
العلم إنما هو وسيلة للعبادة، أنتم لا تشتغلون بالوسيلة وتتركون الغاية، اشتغلوا بالغاية. ويحذرون من طلب العلم ومن الاتصال بالعلماء والجلوس عند المشايخ، يحذرون من هذا لئلا ينكشف أمرهم ويتضح سرهم. وأنتم أعلم مني بهذه الفرق التي تحذر من العلم الآن وتدعو إلى الزهد والورع والعبادة والسياحة في الأرض باسم الجهاد إلى غير ذلك، ويحذرون من العلم ومن العلماء ومن هذه مصيبة، لأجل يسدوا على الناس طريق الهداية حتى يسهل لهم قيادة العوام. نعم. شكرا هنا عليه. نعم نعم. الاستغفار المحدد بعد الصلاة 3 مرات، هكذا فعل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا أردت أن تزيد من الاستغفار ففي غير هذا الموضع، هذا الموضع لا تزيد فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على 3 مرات. ثم تأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة. أما إذا اشتغلت بالاستغفار فإنك تترك الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وأما الاستغفار الباب مفتوح، استغفر الليل والنهار دون حد، الحمد لله. نعم. الذي يزور المشاعر المقدسة التي هي منى ومزدلفة وعرفة بقصد التعبد، هذا لا يجوز، على إحداث دين لم يشرعه الله، لما تزار إلا في للمناسك، لأداء المناسك. أما الذي يزورها من باب الاطلاع فقط ولا يقصد التعبد، وإنما يقصد الاطلاع والمعرفة، هذا لا بأس به ولا محذور فيه إن شاء الله. أما الذي يزور غار حراء وغار ثور والآثار التي يسمونها، هذا لا يجوز، لأن هذا يجر إلى شر، يجر إلى شرك، يجر إلى بدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فيها بعد البعثة، ما وقف في غار ثور ولا مرة، ولا ذهب إليه بعد البعثة، ولم يذهب إلى غار حراء بعد البعثة، ولا وقف فيه ولا مرة ولا زار. وكذلك غار ثور الذي اختفى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق يوم أن أخرجه المشركون من مكة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ولا يزوره، ولا زاره أحد من أصحابه ولا القرون المفضلة. فلا يجوز الذهاب إليها بحجة الاطلاع وحجة كذا، لا يجوز، لأن هذا يفتح باب شر ويفتح باب بدع محدثات. كذلك الذهاب إلى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها في أسفاره، لا يذهب إليها ولا تقصد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسرع لنا زيارتها ولا الذهاب إليها، ولا كان هو يذهب إليها ويتردد عليها، ولا صحابته الكرام، ولا يتساهل في هذه الأمور، لأنها تبدأ في نظر الناس سهلة ثم تتطور. إذا كثر الزوار وكثر الناس بني عليها وجعل فيها مساجد وجعل فيها مصليات وجعل فيها مشاريع، تتطور الأمور فيخرج الناس من الدين بهذه الأمور. نعم. أريد أن
الذي يقتدى بقوله وفعله وتقريره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره إنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فعله مخالفا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به فيه، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى به واتبع سنته فقط. هذا هو فصل القول في هذه المسألة. لكن هو في حد ذاته إن كان مجتهدا يريد الخير وأخطأ فلا شك أنه لا يقتدى به في الخطأ. أما إن كان متعمدا فهو ضال، كان متعمدا لفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه قربة إلى الله فهذا ضلال. أما إن كان ما تعمد الخطأ وإنما هو مجتهد يريد الخير فهذا مخطئ ولا يتابع على خطأه ويجب مناصحته. نعم. هو من هذا الباب غير قدوة في ذلك، لأن هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدوة هو الرسول. وابن عمر رضي الله عنه من حبه للخير وحرصه على هذا عن اجتهاد، ولكن هذا خطأ لا يتابع عليه. خالفه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خالف ابنه ونهى عن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ما هلكت الأمم السابقة إلا بتتبعها آثار أنبيائه، يعني الآثار المكانية. ثم أمر بقطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، وكان الناس يذهبون إليها يصلون عندها ويتبركون بها، قطع درءا للفتنة. لا شك أن عمر وهو الخليفة الراشد هو القدوة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين. نعم. من حرم الحلال من باب اليمين، أن تحريم الحلال على قسمين: تحريم الحلال على طريقة الجاهلية الذين يتعبدون لله، تحريم الحرام، تحريم الحلال هذا لا يجوز، هذا من فعل الجاهلية كما عرفنا قريبا. النوع الثاني تحريم الحلال من باب اليمين، يريد أن يمنع نفسه أو أن يلزم نفسه بشيء، وقال حرام علي كذا وكذا إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا، فهذا يجري مجرى اليمين، تكون فيه كفارة يمين، لقوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله يمينا وأمر بتكفيره كفارة اليمين. وكان السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه حرم على نفسه العسل، أو حرم على نفسه مارية القبطية التي هي سريته عليه الصلاة والسلام، لما حصل بينه وبين بعض النساء شيء من سوء التفاهم حرم على نفسه مارية أو العسل، فعاتبه الله لما تحرم ما أحل الله له، ثم أمره أن يتحلل من هذا التحريم بالكفارة، فهذا يجري مجرى اليمين. نعم. لا ترفع الأيدي في هذا الموطن، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما ورد هذا في الاستسقاء. إذا استسقى الخطيب في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم، أما في خطبة الجمعة فلا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين. نعم. نعم.
ماء زمزم ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم يتبرك به ويستشفى به، لأنه ماء مبارك وفيه بركة من الله سبحانه وتعالى، هذا خاص بما جمعه. نعم. إذا كان فيه شبهة في هذه الأموال المستوردة، شبهة أنها فيها شيء من الحرام كشحم الخنزير أو دهن الخنزير، أو أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية، أو أنها من ذبائح الكفار غير الكتابيين، إذا كان فيه شبهة قائمة تجنبها أحوط. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا كان ما فيها شبهة فالصناعات الملابس والأواني والمراكب هذه ما فيها شبهة، هذه من الطيبات، هذه ما فيها شبهة، لا يجوز التورع عنها، أنها من الطيبات ومن المباحات. نعم. ادعوا أهلك أول وأهل بيتك، أحوج الناس إليك، ادعوا جيرانك، ادعوا أهل بلدك، فالأقرب أولى. هذا إذا كان عندك علم وعندك معرفة وبصيرة. أما السفر مع هؤلاء وأنت ما تعرفهم ولا تدري ما عقائدهم ولا من أين تعلموا ولا تعرف أصولهم التي يبنون عليها، فلا ترافقهم. مجال الدعوة مفتوح ولله الحمد في بلدك وعند أهلك وفي بيتك. نعم. لا أعلم هذا، لا أعلم هذا، ولا أظن هذا يحصل من عائشة رضي الله عنها. نعم. قيل المراد آدم عليه السلام، وقيل المراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهما وقفا بعرفة، فأمر الله نبيه أن يقف حيث وقف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يخالف أهل الجاهلية. نعم. نعم. لا شك أن المعازف حرام بجميع أنواعها وبإجماع المسلمين، كما حكى ذلك الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، والإمام ابن القيم في إغاثة اللافان قد ذكر الإجماع من أهل العلم على تحريم المعازف بجميع أنواعها. وفي صحيح البخاري أن قوما في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يخسف الله بهم الأرض. فالمعازف حرام بإجماع المسلمين وبنص الحديث، ولا يباح شيء منها لأنها آلة له محرمة، ومن خالف فيها فلا عبرة بخلافه مع الإجماع ومع النص، والخلاف لا يسوغ فعل الشيء حتى يعرف الدليل، لا بد من الدليل، إذا حصل الخلاف لا بد أن يرجع إلى الدليل، فإن كان الدليل مع أحد الفريقين وجب علينا الأخذ
وإن كان أحد الفريقين مخالف للدليل وجب علينا تركه وعدم الأخذ بقوله، وإن كان من أفضل الناس فكيف إذا كان من المتعالمين أو كان من المفتونين والعياذ بالله الذين يتبعون الشهوات، فلا يجوز لنا الاقتداء بهم. نعم. هذا لا يجوز. إدارة البركة بركة من الله سبحانه وتعالى، لكن يدعو للزائر ويكفي هذا. أما أنه يبالغ هذه المبالغة دارتنا البركة أو تبارك علينا أو على كل علم. نعم. وبيان قد يوجد، قد يوجد مكر بين المؤمن وأخيه المؤمن، ولكن هذا محرم لا يجوز. وإلا قد يوجد بعض المسلمين قد يقع في بعض المحرمات فهم معصوم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.